بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. توقفنا مع حضراتكم في حلقات التفسير الموضوعي لسورة الحج عند قول المولى سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، إلى نهاية الآيات الكريمات. توقفنا عند وكذب موسى، وكان هذا القول الكريم في سورة الحج تسلية لفؤاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من تكذيب قومه له، تسلية لقلبه صلى الله عليه وسلم بألا يحزن من تكذيب المشركين به، وألا يحزن صلى الله عليه وسلم من إعراضهم عنه. فليس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حين يكذبه قومه، لأن قوم نوح هكذا عددت الآيات الأقوام التي كذبت أنبياءها الكرام، فإن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى قد كذبوا هؤلاء الأقوام أنبياءهم الكرام. وكأن السياق كمان بيتوجه إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه أيضا: أيها الرسول الكريم، ما يقال لك أيها النبي الكريم؟ قد قيل للرسل من قبلك. اتهم النبي بالسحر، اتهم النبي بتأليف القرآن، اتهم النبي بأشياء كثيرة للهجوم على الوحي وإنكار الوحي. ولما أورد سياق سورة الحج هذا القول الكريم وذكر سيدنا موسى بفقرة خاصة في قوله تعالى: وكذب موسى، احنا توقفنا وقت طويل جدا عند بيان وكذب موسى، وعرضنا أغلب مواقف التكذيب اللي تعرض لها سيدنا موسى عليه السلام، وده من خلال تناول قصة سيدنا موسى تناولا موضوعيا، يعني بنجمع كل ما قيل عن قضية وعن موضوع التكذيب في القرآن الكريم عن طريق
عرض ألوان وكيفيات تكذيب موسى عليه السلام من خلال ما ورد في عموم القرآن الكريم. وارتقيت نحن نقف عند هذا الحد لأن خدنا وقت طويل قوي في كذب موسى، على أن نواصل مع حضراتكم بيان التفسير الموضوعي لسورة الحج على قدر طبعا طاقتنا، على قدر طاقتنا البشرية الضعيفة المفتقرة دائما إلى عطاءات الله الحية الباقية الراغبة دائما في أنه رب العالمين يفتح ويوفق ويسدد إلى ما يحب ربنا ويرضى في خدمة بيان كلامه جل جلال الله تعالى. عايزة بس أقف في مسألة وإن يكذبوك عند موضوع إعراض الأمم عن الوحي الشريف. هذه القضية اللي بيتناولها القرآن الكريم وبيتحدث عنها كتير جدا، سواء من خلال ما قصه علينا من قصص الأنبياء الكرام مع أقوامهم، وما قصه علينا كذلك ختاما بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومواقف المشركين من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هو في الحقيقة قضية إنكار الوحي وشكل هذا الإنكار وصور هذا الإنكار والمواقف العديدة اللي القرآن الكريم بيشرحها وبيتناولها هو بيان لتاريخ الدعوة، كما إنه في ذات الوقت زي ما إنه برضو تسلية لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لتاريخ الدعوة، وفي إرادة قرآنية بعرض هذا النموذج من أنواع البشر، النموذج اللي بينكر الحق البين الواضح. وبيعرض القرآن الكريم لهذا النموذج البشري كتير جدا، لأن موضوع إنكار الوحي ليه درجات. أقصى صورة لإنكار الوحي والكفر، اللي هو الإنكار بالكلية لما جاء به أي رسول مرسل من عند رب العالمين، يجي يكفر بما جاء به أي رسول، ده أقصى صورة من درجات إنكار الوحي. وفي العصر أو في هذه الآونة أيضا وفي غيرها حتى في العصور الحديثة بدأت قضية الاستشراق وبدأ يدخل غير أو من غير العرب العلماء والمفكرين عشان يفكروا في معاني القرآن الكريم ويفكروا في السنة النبوية المطهرة، هناك من كانت له أغراض وهناك من كان غرضه الغرض البحث العلمي فقط. كل ده ولد كثير من الحديث المطول والدراسات والأبحاث عن قضية الوحي. الحقيقة القرآن الكريم بيقص علينا كل ذلك، قضية إنكار الوحي، عشان يبين للمؤمنين إن الوحي له أعداء في كل زمان، مش بس من المشركين والكافرين اللي هم المخالفين لنا في الاعتقاد، إنما ينبه القرآن أننا سنرى ذلك حتى من بعض المسلمين تحت دعوة التنوير. فقول الله تعالى وإن يكذبوك والخطاب لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نفهم إنه التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من عند ربه درجات لها صور كتيرة حنجد منها صور في عالمنا المعاصر، لأنه ما زال يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعمل أعداء الوحي على التشكيك فيها. وكل مكذب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيشتغل بقى على حسب حاله، يعني هناك اللي بينكر الإنكار التام للسنة النبوية المطهرة وبيكتفي بالقرآن فقط ويسموا نفسهم القرآنيون، وهناك من يشكك في نسبة الأقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلام ده مش بتاعنا، ده مش ممكن يكون هو قال الكلام ده، هذا الكلام لا يعود، فيشكك نسبة هذا الكلام إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والتشكيك ده مش غرضه التوثيق، إنه بيشتغل عمل علمي عشان يصل من خلال البحث هل هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم أم من كلام غيره، لكن هو قضية النوع ده التشكيك، إثارة البلبلة. وهناك من يعني يشتبه عليه تأويل بعض الأحاديث ما يبقاش ضعيف الاتصال باللغة العربية، ضعيف الاتصال باستعمالات العرب والقرآن الكريم عشان يفهم والسنة النبوية لكي تفهم، لابد أن يكون الذي يتطرق إلى فهمها
أخطر الأدوات اللي معاه أن يكون على سعة باللغة العربية واستعمالات العرب، ملم بأشعار العرب ودواوين العرب وتعبيرات العرب وبلاغة العربية. كل إذا كان مقطوع الصلة باللغة العربية فلا يمكنه مطلقا الوقوف الجاد والصحيح على معاني الوحي الشريف عموما، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فيشكل عليه بعض المعاني في فهم الحديث، ينقي الحديث ده ويطلع ده أنا مش فاهم القرآن، ده مش فاهم السنة، أو يوهم للناس بالطعن بقى في السنة، ده كلام كذا وكلام كذا، وهو عديم الصلة باللغة العربية. وده من قبيل تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا في هذا السياق وإحنا بنتكلم عن قضية تكذيبه، إن أنت تقع في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، إن إحنا نفرق بين طالب العلم المتخصص اللي له منهج في البحث عشان يراجع العلم اللي بين إيديه فيصل إلى توثيق الحديث الشريف عن طريق مناهج علوم الحديث في توثيق الحديث الشريف سندا ومتنا. السند اللي هي فلان عن فلان عن فلان، ويشوف طرائق ومناهج علماء الحديث إزاي فهموا وعملوا منهج كبير جدا لم يسبقهم إليه أحد، بل الغرب كله في حيرة وتعجب من وصول المسلمين الأوائل إلى هذه الأنواع من العلوم والمعارف التي اتخذوها مناهج علمية لتوثيق الحديث الشريف والبحث في سنده والبحث كذلك في فهم معاني الحديث النبوي الشريف. ده طالب وباحث علم غرضه العلم. ليه؟ لأنه تخصص، درس في مساراته وأخذ العلم من ينابعه وبعد كده مارس العملية النقدية. بلا شك كل طلبة الدراسات العليا يعرفوا ده كويس قوي، كل من في البحث العلمي عارف أنه كل أنواع العلوم والمعارف هناك منهج كبير اسمه المنهج النقد، في نقد بقى تحليلي، في نقد أنت بتوصي وصفي، في كل الوسائل أو المناهج النقد موجودة في سائر الجامعات والمدارس العلمية، وكلنا مارسنا ده وإحنا طلب، سواء كنا طلب التمهيدي أو ماجستير أو دكتوراه، كله دخل واشتغل فيه، ولابد إن إحنا ندرسها كمناهج وبعدين نقوم بتطبيقات ونماذج. فممارسة النقدية للعلم دي موجودة، أي طالب علم عارف كده، اللي بيتعدي بقى مرحلة الدراسة الأولية إلى صعوده في الدراسات العليا ثم الماجستير ثم الدكتوراه. فممارسة العملية النقدية مقبولة من متخصص بيده أدوات البحث والعلم، مش واحد غرضه التشكيك، مش مجموعة بتشتغل على الطعن في السنة النبوية المطهرة. بيعملوا ده لأنهم بينفذوا تعليمات من يسوقهم ويقودهم عشان يلهوا الشباب عن التعلم الحقيقي ويشككوا في مصادر العلم بتاعته. فهو مش عايز من دول بقى، عايز اللي يمشيه على هواه. البحث الجد غير كده خالص، انك تاخد الناس فتلهي الناس بما يثيرونه هؤلاء من وهميات عشان ينصرف الناس عن قضاياهم المهمة الآنية، والتشويش على الناس وإشاعة فوضى فكرية مش علمية منهجية، في فارق. عشان كده أنا فرقت بين طالب علم باحث عنده أدوات علمية تخصص ودرس وصبر في طريق العلم عشان لما يبتدي يمارس العملية النقدية يبقى على أساس، مش واحد هاوي. الصور اللي بتخرج دي في تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي بتسعى إلى صرف الأمة عن النظر في مستجداتها الطاحنة، مثل أنات الشعوب، من مثلها أنات الشعوب المستضعفة تحت وطأة الاحتلال الغاشم إلى الآن. قوى الاستكبار تصنع ماكينات للتشكيك، قوى الاستكبار في السنة النبوية المطهرة والطعن والتكذيب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العالم انكشف زيفه وبدأ بكل وضوح دعم للمستكبرين في الأرض. فانتبهوا يا شباب الأمة، انتبهوا يا أمة الإسلام، إن من ظن هدم السنة هدف الحقيقي هو الطعن في القرآن الكريم، لأن الرجال الذين حملوا في صدورهم وصحائفهم القرآن الكريم هم أنفسهم
من حملوا في صدورهم وصحائفهم السنة النبوية المطهرة، فأنا النهاردة بشككك فيها، يبقى أنا عايز، مش غرضي السنة، أنا غرضي التشكيك في القرآن. ليس لهؤلاء مناهج علمية، وأنا كباحثة بالدرجة الأولى متخصص مش هاوية، إن يعني اندعكنا مع أساتذتنا في الجامعة ومررنا بكثير من أنواع المناهج العلمية عشان لما أنا أخضع نص للبحث والنقد في أدوات لازم تكون معايا. أما شغل العبثية والعشوائية والانتقائية دي طريقة المتطرف واللي بيدعي التنوير، الاتنين على طرفي نقيض. الفضيلة وسط يا سادة، الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة، إما إفراط أو تفريط. اللي عنده منهج علمي مش محتاج يعمل بلبلة، عنده منهج ماشي بيه، مش انتقائي بقى ينقي الحديث اللي هو عارف إنه والناس عايزة، يعني لازم يدخل له مداخل باللغة العربية يتفهم في إطار واسع فيه دقة وفيه شمولية وفيه هدوء، مش فرقعات إعلامية عشان إن أنا أشكك الناس في المصدر الثاني في التشريع وهي السنة النبوية المطهرة. إنكار كون السنة النبوية، إنكار إنها وحي من الله تعالى، ده مخالف لصريح النصوص الشرعية. يقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والخطاب للنبي، فبيقول له لتحكم بين الناس بما أراك الله. هيحكم إزاي؟ إذا أنت شككت لي وبتهدمها لي كلها، كيف يكون حكمه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون بيانه صلى الله عليه وسلم؟ إنكار هؤلاء كون السنة مصدر من مصادر الشريعة هو قدح في هوية الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ عن الله عز وجل، وسنة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة الاتباع، وطاعته طاعة لله تعالى. ولا يعني ذلك إلا إن هي مصدر للتشريع، السنة النبوية المشرفة مصدر للتشريع. إنكار ذلك يستلزم التكذيب برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صورة من الصور اللي فيها تكذيب بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد قال رب العالمين في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن من حفظ الله لكتابه حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهو القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا كان هو بيقول له أنت اللي هتشرح، يعني اللي جاء مختصر في القرآن أيها الرسول الكريم بينه وعلمه للناس، ما ذكرناه إجمالا فصله للأنام ليعلموا أحكامه، ما لم يذكر في القرآن تأتي السنة بتشريعه، وده من وظائف السنة النبوية المطهرة، كل ده من وظائف السنة أنا النهاردة أطعن فيها، وهي المبينة والشارحة والمفصلة والمشرعة، سنة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله المسلمين لأسباب حفظ القرآن والسنة. الرجال اللي حفظوا القرآن وأوصلوه إلينا هم الرجال الذين حفظوا السنة وأوصلوها إلينا. فنلعب بقى على الناس ونقول لهم لا، أصل دقة حفظ القرآن، دقة حفظ السنة ما كانتش زي دقة حفظ القرآن. إزاي؟ كيف ذلك؟ ده نقلوا القرآن إلينا مكتوب ومقروء بجميع قراءاته، وابتكروا من علوم النقل، العلماء المسلمين ابتكروا من علوم النقل والتوثيق ما لم تسبقهم إليه أي حضارة من الحضارات باعتراف الغرب. وقروا المستشرقين آرائهم، المستشرقين حتى اللي طعنوا في الإسلام وقفوا مبهورين قدام هذه صناعة العقل المسلم، صناعة العقل المسلم لأنواع من العلوم والمعارف في النقل والتوثيق، عملوا مناهج علمية. وثق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم مناهج توثيق عرفتها البشرية، بل تعلمت منها البشرية. ابتكروا أكثر من 100 علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية. من جهة الرواية فلان خد عن فلان، عن فلان، فلان ده عاصر فلان، شيوخه مين، واحد اتنين، وكتب في علم الرجال ألفوها وبذلوا فيها الجهد، وفي الدراية في فهم
معاني الحديث النبوي الشريف حتى أدهش الغرب مما ابتكره المسلمون. وده كان من فيض أنوار القرآن الكريم عليه، لأنه المناهج دي تكونت منين؟ جابها منين المسلمين الأوائل؟ تكونت هذه المناهج العلمية أساساً من القرآن الكريم، من الوحي الشريف، في نقل الوحي والحفاظ عليه وفهمه، وتكونت لدى العقلية الإنسان المسلم القواعد والأصول اللي عنده، الكلية التي جاء بها الوحي الشريف واللي هو خدها ووضع، استنبط المجتهدون هذه القواعد من عموم الوحي الشريف. كل القواعد العلمية لما بنقول دي هذا من قواعد علماء الأصول، مش من جيبهم، لما نقول ده من قواعد علماء الأصول في الحديث، في القرآن، في سائر العلوم، مما استنبطها المجتهدون من الوحي الشريف، من كليات الوحي الشريف، القواعد العامة. لازم نعرف إن الطعن في مناهج توثيق السنة وتكذيبها هو في حقيقته طعن في القرآن الكريم وتكذيب للقرآن الكريم. القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كلاهما من شرع الله تعالى ووحيه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في أي قضية من تلقاء نفسه حتى يأتيه الوحي، لأن الوحي إما متلو وهو القرآن الكريم، وإما هو السنة النبوية المطهرة بما يعني يوحي به المولى سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بحضراتكم. وهنبتدي ناخد الأسئلة. أستاذ إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. أسأل سؤالين بس بعد إذنك. تفضل مع حضرتك. دلوقتي الوالد المتوفي لو عاوزين نطلق صدقه نطلعها مال ولا طعام احسن؟ حاضر. تمام يا فندم. السؤال الثاني، انت حضرتك بتقول سؤالين. السؤال الثاني، السؤال الثاني، السبحه اللي هي الخاتم دي هل هي حرام ولا حلال؟ الايه يا فندم؟ السبحه. السبحه اللي هي الخاتم دي، العداد يعني. عشان العدد يعني. حاضر. هي حرام لان في ناس بتقول لي حرام يعني. مش لاقيين لهم حاجه يقولوا عليها حرام. شكرا يا استاذ اسماعيل. استاذه هناء. يا استاذه هناء، السلام عليكم. وعليكم
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله ست كل، الحمد لله. يعني الحمد لله على سلامتك، لاني من رمضان ما شفناش حضرتك هوا. معذره. وانت غاليه علينا قوي يا دكتور. وانتوا كمان معلش. والنهارده الشرح بتاع حضرتك يعني في وقته بشكر حضرتك عليه، يعني ما شاء الله عليكي، يعني وفيتي وكفيتي بالشرح. وما توفيقي الا بالله. ربنا يسترك يا رب. امين. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، انا معايا بنتي 27 سنه. هي ملتزمه الحمد لله من يومها، يعني هي متعوده ان هي تكتب او تدون في اجنده حاجات خاصه بيها، يعني يعني حاجه مضايقاها، يعني مع اصحابها مع الجامعه كده، يعني حاجات من زمان وما زالت يعني بتخرج اللي جواها في الاجنده. فباباها لقى الاجنده، هي بتسيبها في اي حته على فكره. فباباها دخل خدها من على المكتب وقرا فيها كله. فهي بتقول هو مش من حقه ان هو حاجه خاصه بيا يطلع عليها، او مع ان هي ما فيهاش حاجه يعني، بس هي مش حابه كده. فهو ده صحيح ان هي يبقى لها خصوصيات امها وابوها ما يطلعوش عليها خالص؟ هي كام سنه؟ 27. بتشتغل وكده ولا قاعده في يعني البيت؟ كانت شغاله وقعدت، وهي من نوع الحساس قوي. فاي حاجه بت بت بتكتبها بدل ما تحكي لحد، فهي بتكتبها بايدها في الاجنده. حاضر حاضر يعني يا استاذه. حاجه مضايقاها، حاجه فرحاها، بتكتب. حاضر يا استاذه هناء. فعايزه اعرف انا او باباها مش لينا الحق في كل خصوصياتها؟ حاضر، شكرا شكرا. معانا أستاذة صفاء. أيوة. أهلا يا أستاذة صفاء. اتفضلي يا فندم. أيوة. هو حضرتك لا، الصوت مش واضح يا أستاذة صفاء. أستاذة صفاء. أيوة. الصوت مش واضح، معلش. ألو. مع حضرتك يا استاذ صفاء. بس ايوه. اي اتفضلي. انا ببيع حاجات بالاسم. ايوه. فحضرتك ينفع ان انا مثلا ادي فلوس لحد هو يجيب له، ما انزلش معاه اجيب له؟ يعني حد بيقوم بالنيابه عنك للشراء، ولا هو صاحب اللي عايز الغرض ده؟ ايوه، هو صاحبه مثلا هينزل يشتري معاه الحاجه دي، فينفع ان انا ادي له الفلوس هو يدفع له الفلوس، ولا ده يبقى فيه ذنب عليا؟ اللي عايز يشتري الحاجة، ولا حد بيساعدك هو اللي بينزل يشتري معاه؟ لا، مثلا واحدة عايزة تشتري حاجة. أيوة. فأنا بدي صاحبتها فلوس إن هي تنزل تجيب لها الحاجة دي. فكده يبقى وبعد كده تقسط لك المبلغ. أنا بعد كده أقسط لها المبلغ مثلا. حاضر. ماشي. شكرا. مين؟ أستاذة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أستاذة زينب. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. آمين يا رب. آمين. بصي حضرتك، أنا عايزة أسألك بس على حاجة. اتفضلي. بصي، أنا لما كنت بقرأ قرآن في رمضان، كانت دايما يعني في حد عندنا كان بيقول، يعني أمي كانت بتقول لي لازم تحطي الطرحة، يعني مش تبقي قاعدة من غير طرحة وتقرأي. فأنا كنت بقى يعني مش بصراحة مش عارفة، يعني مش عارفة لها يعني صح وساعات يعني غلط. مش انت عايزه تعرفي ان انا لازم استر الشعر اثناء تلاوه القران ولا لا؟ تمام. في سؤال ثاني؟ وفي حاجه ثانيه برضو عايزه اسال حضرتك. اتفضلي يا استاذه. حضرتك، انا بنتي عندها 13 سنه. يعني عملت مشكله مع، يعني مشكله لنفسها، ان هي يعني ايه اتكلمت في التليفون وحاجه زي كده يعني. وانا عرفت ان هي اتكلمت في التليفون، عملت غلط يعني، وانا مسكتها جامد جدا. يعني هي عملت غلط، والغلط ده كلمت حد يعني وبلغ حضرتك الامر؟ وانا عرفت، فعرفت يعني كشفت الموضوع من في الاول يعني، وضربتها واخدت منها التليفون وضربتها جامد جدا. فانا يعني كده غلطت، يعني ذنب عليا ان انا ضربتها جامد، ولا مش عارفه، عايزه اعرف. طب ما عدتيش تتكلمي معاها ليه؟ ما عدتيش تتكلمي معاها ليه؟ اتكلمت معاها مره، وكلمت معاها مره ثانيه، وكلمت كذا مره، فبرضه الغلط برضه عملته ثاني. واخد وسائل بدل مضرب، يعني كنت امنع الغلط من غير مضرب.
عملت جربت كتير حاجات، وبرضه هي في نفس الغلط برضه مكمله، والرغم ان انا هي بتصلي صوم معلش بتقرا قران. 13 سنه ده سن المراهقه والقلق، فعايز ان احنا نصطحب اولادنا اكتر من ان احنا نمد ايدينا عليهم. هي لها ماشي يا أستاذ تاني توأم، وبرده ما فيش حاجه منها يعني بتهتزوا يعني. معلش كل واحد ليه بيبقى طباع واستعدادات نفسيه، ومش هيطلعوا توأم، هيبقوا توأم في كل، ممكن يبقوا توأم شبه بعض من جهه الشكل لكن من جهه النفسيه ومن جهه الاستعدادات النفسيه مختلفين. ممكن واحد يكون عقلانيه شويه، الثانيه عاطفيه زياده مع السن ده، فبنحتاج هي فعلا يعني شايفه ان هي جسمها كبر، وشايفه ان هي كبر سنها. اكتر من سنها سنها يا استاذ زينب. حاضر، هوني على نفسك، شكرا. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذ اسماعيل كان بيسال قبل الفاصل سؤالين. اول سؤال، لو حبوا يطلعوا صدقه عن الوالد المتوفى، بيقول مال ولا طعام؟ الصدقه اخي الفاضل الاستاذ اسماعيل عن المتوفى جائزه، وكل معروف صدقه، سواء انت طلعتها في صوره مال او طلعتها في صوره طعام، وتصل للمتوفى، وكل اعمال الخير ينتفع بها المتوفى وتصل الى المتوفى، سواء انت طلعت مال أو إنك أطعمت الطعام كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. بالنسبة للسبحة بالعداد، وإحنا قبل كده في حلقة رد على أسئلة فصلنا الأدلة للرد على هؤلاء، العداد أو كل أو السبحة اللي إحنا بنعدها، أي الأشكال اللي بتستحدث كل يوم لضبط الذكر، كل ما من شأنه ضبطه الذاكري لعدد الذكر اللي بيذكره هو جائز. ليه؟ لأنه ده من باب الوسائل المعينة على الذكر، فبياخد حكم الغاية اللي انت عايز. انت عايز تذكر، عايز تضبط انك بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عدد معين، بتسبح عدد معين، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد معين، فأردت ضبط ذلك واستعنت على ذلك بالوسائل المتاحة، لا شيء في ذلك. احنا فندنا عشان بس دي المقام والوقت دلوقتي الأدلة على هذا الأمر، وردينا على من ينكر على الناس استعمال هذه الوسائل لضبط الذكر. يجوز يا أستاذ إسماعيل استعمال العداد لضبط الذكر. الأستاذة هناء بنتها 27 سنة بتقول ملتزمة الحمد لله، لما بيجد عليها شيء بتكتب، متعودة إنها تكتب أي شيء يضايقها أو بتكتب أمورها يعني قدر طاقتها، فهي بتقول إن والدها خد الوريقات أو الكتاب والكتيب اللي بتكتب فيه وقعد يقرأ فيه، فالبنت اتضايقت وبتقول إن ده خصوصية خاصة بها ما كان ينبغي على الوالد إنه ياخدها، والأم تسأل هل الخصوصية دي لها ولأبيها أو لزوجها، يعني إن هم يقروا ده من وراء بنتهم. لا، الأولى استئذانها، بنتكم 27 سنة واحنا بنتعلم اداب الاستئذان عموما، والوارده في القران الكريم والوارد كذلك تفصيلاتها في السنه النبويه المطهره، بتعلمنا اداب الاستئذان احترام خصوصيه حتى اللي معانا في البيت. انت مش بتستاذن على البيوت اللي انت ما تعرفها، انت بتستاذن داخل البيت الواحد، وفي اوقات ادخل فيها وفي اوقات استاذن، كل ده ليه؟ لاحترام الخصوصيه. والأمور دي أنا عايزة أعلم بنتي تحترم خصوصياتي أنا وأبيها. أنا النهاردة بكترق وباخد النوتة بتاعتها وأتدخل نفسي في خصوصياتها وأقرأ من وراها، هخليها هي كمان تيجي وتاخد في الحاجة بتاعتنا وتفتحها وتقراها وتشوف وتعمل. ما هي التربية أساسها قدوة، توجيه وتعليم وقدوة. ما ينفعش أوجه وأنا بعمل عكس اللي بقوله، أو أطلب شيء وأنا بعمل خلافه. وحل الأمور دي أختنا الفاضلة بنبين الحقوق والواجبات، لكن برضو يكون ذلك بالرفق واللين والاحتواء،
ولو انا محتاجه اعرف حاجه اعرفها منها عن طريق الصداقه، وان انا اصطحبها وان انا احسسها بودي تجاهها وقلقي عليها، مش ان انا بحبس انفاسها وان انا بتدخل في دقائق خاصه هي مش عايزه انها تنكشف، وهي يعني بتعاملكوا باريحيه وثقة بدليل إنها سايبة الكتاب اللي بتكتب فيه براحتها قدامكم. فكان لابد من احترام خصوصيات هذه الفتاة، وبالذات أنا حضرتك بتشكري فيها وفي سلوكياتها. بالنسبة لي الأستاذة صفاء بتبيع أشياء بالتقسيط، فبتعطي الفلوس لحد ينزل يجيب للي عايز شيء معين، فينزل معاه يجيبه. مثلا صاحب واحد عايز تشتري حاجة فتدي لصاحبتها انها تشتريها لها، فبتوكلها يعني. فهي بتقول ده يجوز ولا ما يجوز، بعد كده بيتقسط المبلغ. لا مانع، لان زي ما سالت حضرتك وفهمت ان ده نوع من الوكاله، انت بتوكلي حد ينزل يشتري للزبونه اللي عايزه شيء معين، الحاجه اللي عايزاها، وبعد كده بتقسط لحضرتك، يتم التقسيط على المبلغ. فهنا المال مقابل ايه؟ مال مقابل مال، ولا مقابل يعني المده اللي انت هتقسطي فيها المبلغ، فليس بربا صاحبة السؤال. وبالتالي يجوز الوضع اللي حضرتك بتعمليه على ما بينتي أثناء إلقائك للسؤال. أستاذة زينب بتقول إن هي كانت بتقرأ القرآن الكريم دون يعني غير ما تحط طرحها على شعرها أثناء التلاوة، فالست الوالدة قالت لها أنت إزاي بتقري القرآن كده؟ هو نبقى فاهمين القاعدة ونفهم هيئات الكمال، والإنسان على قدر طاقته واستعداد. هو لا يشترط ستر الشعر أثناء تلاوة وقراءة القرآن الكريم، لكن ستر الشعر ده من الهيئة الكاملة والمستحبات، زي الإنسان يتوجه إلى القبلة يكون لابس يكون مستتر وهكذا. أنت ممكن تعملي حاجة، أنت قاعدة في البيت فأمرك يميل إلى التخفيف، أنا بحط الطرحة دي على، مش لازم بقى زي ما بحطها وأنا خارجة، بس يعني إيه بنتهيأ لعبادة تلاوة القرآن الكريم. بحط الساتر حتى لو أنا فاتحة، حتى لو أنا جايباه على جنب، بس بنوع من الأريحية لأنك في البيت. لكن إحنا بينا إنه لا يستلزم ولا يشترط لقراءة القرآن، لكنه من هيئات الكمال والمستحبات يا أستاذ زينة. سؤالك الثاني بتقولي بنتك 13 سنة عملت مشكلة لنفسها، وكانت يعني بتكلم حد في التليفون، وحضرتك اكتشفت الموضوع وضربتيها ضرب جامد. لا ينبغي اللجوء للضرب الشديد، ولازم نعرف إن لو إحنا مدينا إيدينا على أولادنا وضربناهم ضرب شديد يعني مبرح هيقتص منا يوم القيامة. دي نقطة مهمة. التربية معنى كبير جدا ومعنى راقي جدا، فيه استعانة بالله، فيه اتباع الأدوات الراقية في التعامل والتوجيه حتى لما بشد. المسألة محتاجة تفكير، طبعا الأمر دايما مع الشباب في السن 13 سنة ده بيحتاج لدعم، يحتاج لتوجيه، يحتاج انك تكوني صاحبتها مش أعدلها بالعصاية. ولما بلاقي انها مش بتسمع الكلام وفي عندي زياده والموضوع انا حاساه مش طبيعي، لا مانع من ان انا الجا لمتخصص في الدعم التربوي. ما احنا لسه كنا بنتكلم يعني، وبالذات في السن الحرجه دي بتحتاج توجيهات من المتخصصين والداعمين التربويين للمراحل السنيه دي اللي احنا عشناها، لكن احيانا بنفتقر الى ان احنا نتعامل مع اولادنا بالاسلوب العلمي المظبوط. هو ده بيحتاج اسلوب علمي طبعا، مش مراحل بيمر بيها الإنسان، طفولة وبعد كده صبا وبعد كده مرحلة المراهقة وبعد كده يبتدي يدخل في الشباب. الإنسان ده آية من آيات الله، فلابد إن إحنا نتوخى الحذر في طريقة التعامل عشان ما نزرعش في نفوس أولادنا حقد وكره وغل وأساليب تزرع في نفوسهم أشياء سيئة تجاهنا نحصدها بقى عند الكبر. أنا مش موافقاكي في مسألة الضرب، ولا ننسى الدعاء ربي أصلح لي في ذريتي. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك يا مولانا نصرا عزيزا،
نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.